أكثر من 700 عمل فني شارك في الطبعة 16 لجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي في الفئات الثمانية. الفائزون بالمسابقة تم تكريمهم بمناسبة اليوم الوطني للفنان المصادف للثامن جوان من كل عام. المميز لهذه السنة أن المشاركة كانت واسعة. إذا كان خدينا مثلا مقارنة بين رقمين، في السنة الماضية كان 492 عمل، هذه السنة كان 717 عمل، إذن تقريبا نسبة أكثر من 40%، وهذا يعني نسبة يعني معتبرة وهامة. والله أنا سعيدة يعني وجد ممتنة للجنة، لأنه الرواية اجتماعية وتحمل قضية لأنها تحدث عن الوضع المهق في الجزائر، وأنا تواصلت معهم شخصيا ولقيتهم أنهم حابين يفتحوا جمعية وطنية لتهتم بالمهق من ناحية التعليم والعمل. هو عبارة عن مشروع فني تراثي كبير، يعني هو إعادة بعث الموسيقى التراثية إلى العالمية، وهو عبارة عن مقاربة موسيقية بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى التراثية. التكريم خص كذلك أكثر من 30 فنانا لا يزال يسطع نجمهم في سماء الفن الجزائري. إن تكريم الفنان والاحتفاء به وتقدير عطاءاته ليست مهمة رسمية ولا شعبية، بل هو واجب مجتمع، فالذي يتمثل خصوصيات وظروف وتاريخ وتطلعات المجتمع بفنه إنما هو واجهة وصوت ورمز للوفاء والانتماء. كثير من الفنانين يعني كنت نعرفهم عن طريق التلفازة، ولكن عمري ما تلاقيت معهم، والآن الحمد لله رحنا نتلاقى مع الناس تاع قسنطينة، تاع غردايه، تاع القبائل، تاع كل الجهات الوطنية. كل عام والفنان بخير، وإن شاء الله يكون سعيد في المستقبل، ولا يكون إن شاء الله لباس به، ربي شافي المرات، والله يرحم اللي ماتوا. راني فرحان بالمبادرة تاع وزارة الثقافة، نشكرهم جدا، وحنا رانا في الخدمة ديما في خدمة الثقافة وخدمة الفن الأصيل. جائزة رئيس الجمهورية لمبدعين الشباب علي معاشي تعد فرصة لتشجيع روح الإبداع والمبادرة لدى المواهب الشابة بهدف حفظ التراث الجزائري بمختلف مكوناته. في أنغام للجزائر من مولاد الحايك بداية